انتهى الفنان شريف رمزي من تصوير مشاهده في فيلم 6-1 واللي من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر القادم. بيقدم شريف شخصية شاب فقير في منطقة شعبية يفاجأ بأن النساء أصبحن يسيطرن على كل شيء في البلد. بيشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي وإيمي سمير غانم وكريم فهمي ويسرى اللوزي، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد عز ورجاء الجداوي وسمير غانم وكريم عبد العزيز. الفيلم من إخراج محمد شاكر. كل مرة بشوفك فيها نفسي ببقى نفسي أجيلك أقولك إنك كلك على بعضك عندي بالحياة. طب طب